عليه نعم نحن تجمع شباب ليبيا عن رفض النبتان للاحتلال التركي والمرتزقة السوريين والخونة من حكومة العملاء الإخوانية وكل من دعمهم واستعدنا التام للتضحية بالغالي والنفيس من أجل دحر العدوان وطرده من أرضنا الطاهرة. ونؤكد بذلك على التوافد الوطنية التالية: أولا، ليبيا واحدة لا تقبل تجزية أبدا وتعتبر وحدة ليبيا خط أحمر دونها الموت. ثانيا، إن حرية ليبيا وكرامة ليبيا دون أرواحنا رخيصة، ونحن على استعداد تام لتشكيل كتائب قتالية وإعلان حالة تجياد مقدسة ضد الغزو الطامعين. تأييدنا التام بما جاء من كلمة فخامة الرئيس المصري الفتاح السيسي من استعداد الجيش العربي المصري لحماية الأمن القومي العربي ودعم القوات المسلحة العربية المدنية بقيادة المشير كان حرب خليفة بن قاسم حفتر في حرب ضد الإرهابيين وداعمينهم من الغزاه الأتراك. ونشكر الدول العربية التي أبدت سدادها لحماية الأمن القومي العربي ودعم القوات المسلحة. رابعا، دعمنا التام للمبادرة الليبية التي أعلنت في القاهرة والتي لقت الدعم العربي الإقليمي والدولي والتي تنص على العودة لطاولة الحوار وإعلان فوري لوقف إطلاق النار وتقديم الحل السياسي للمشكلة الليبية وفق لمخرجات كافة اللقاءات السابقة بما في ذلك مؤتمر برلين. خامسا، ندعو كل الليبيين في جميع مدن ليبيا العمل على رأس الصفوف والوقوف بكل الرسائل